أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد لقناتنا English for Arabs. النهاردة إن شاء الله هناخد درس صفات الملكية Possessive Adjectives. هيبدأ أول حاجة الشرح بالترجمة باللغة العربية معايا مع مستر أحمد عبد الغني، وبعد كده هيبقى أكون مع مستر كايل ريلفسون المدرس الأمريكي. Wish you all good luck. My. This is my book. This is my book. هذا يكون كتابي. صفة الملكية my، صفة الملكية my وبعدها الاسم book، الحاجة اللي أنا بملكها my book. This is my book. American book. British book. Your ملكك أنت. This is your book. هذا كتابك. هذا يكون كتابك. هذا كتابك. نلاحظ أن في اللغة العربية لا نقوم بترجمة verb to be يكون، ولكن ترجمناه هنا للمبتدئين. This is your book. هذا يكون كتابك. كتابك أنت. His. This is his book. His book. كتابه هو. هذا يكون كتابه. وصفة الملكية his تترجم في اللغة العربية بهاء، هاء الملكية. كتابه. كتابه هو. This is his book. American book. This is his book. Her. This is her book. This is her book. This is her book. هذا يكون كتابها. صفة الملكية her book. كتابها. بيجي بعد her الحاجة اللي بنملك. Our. This is our class. This is our class. British class. American class. مفيش حاجة اسمها بقى ايه class. لا. This is our class. American. British class. أنا عايز أعرف مين حضرتك وإزاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس إيه؟ مفيش حاجة اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس. دول كلاسات. أنت بتعملي غلط. هذا يكون فصلنا. This is our class. فصلنا نحن. الفصل بتاعنا احنا. Our class. Our صفة الملكية وبعدها الحاجة المملوكة. Class. There. This is their boss. This is their boss. هذا يكون أتوبيسهم. الأتوبيس بتاعهم هما الاثنين. This is their bus. Their صفة الملكية possessive adjective وبعدها bus الاسم المملوك. It's. This is its food. This is a cat. This is its food. هذا يكون طعامها. طعام القطة. It's لغير العقل. الطعام بتاع القط أو بتاع القط أو بتاع الكلب. تبقى دايما it's وبيجي الحاجة المملوكة لشيء غير عقل، حيوان أو شيء. دلوقتي هناخد أمثلة مع مستر كايل ريلفسون المدرس الأمريكي ومترجمة باللغة العربية. Wish you all good luck. Let's continue. Hello. What is your name? أهلاً. ما اسمك؟ Hi. My name is Molly. مرحباً. اسمي مالي. Nice to meet you, Molly. مسرور بمقابلتك يا مولي. It's nice to meet you too, Robert. مسرور بمقابلتك أيضاً يا روبرت. And what's his name? وما اسمه؟ His name is Melvin. اسمه يكون ميلفن.
What is her name? ما اسمها؟ Her name is Andrea. اسمها يكون أندريا. صفات الملكية my, your, his, her. My name is Robert. اسمي يكون روبرت. Your name is Robert. اسمك يكون روبرت. Her name is Andrea. اسمها يكون أندريا. His name is Melvin. اسمه يكون ميلفن. Share videos. It's a community. We're all doing this together.